إذا سيدتي سادتي أعزائي النظار الكرام، مرحبا بكم في هذا النقل المباشر بالضبط من قاعة مولاي يوسف من أجل نقل أطوار مقابلة القمة ومقابلة مثيرة وتعد المتابعة وبالمشاهدة بين فريق شباب غريبكا وفريق صقر أكادير. تابع عند طارق عسكري جميل عند عادل أي 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 قذفة قوية اللاعب عادل جودي وتدخل جميل الحارس كريم اللي كيبعد الكرة الركنية لشباب غريبكا كيف قلت لكم. عند جمال كيقذف وسهلة في يد الحارس سفيان اللي تدخل على مرتين وكترجع لعند عبد الإله بغى يلعب كات عند أمين بغى يلعب إندو أمين كيدخل يا 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 سوء الحظ يرافق لاعبي فريق شباب غريبكا في هذه اللحظات. قذفة أمين كتمر بسنتيمترات قليلة. كون بين جميل جول 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 هدف مستحق لفريق شباب غريبكا من توقيع اللاعب طارق عسكري بعد تبادل كروي جميل بين عبد الإله الدكاكي وأيوب مصاد كيلعبوا إندو جميلة كيتوغل عبد الإله كيبقى وجها لوجه أمام الحارس كريم ولكن كيفكر التمرير عوض التسديد وما لعباتش عليه الأناني. جمال كيلعب عند الحارس كيقذف وتدخل سفيان كيبعد الكرة الركنية لفريق صقر أكادير. المدن كيلعب عند جمال اش غيعمل الكرة ديالو كيستعاد كيقدر وكيسجل جول 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 التعادل لصقر أكادير من توقيع اللاعب جمال بعد مرور حوالي 19 دقيقة و50 ثانية. اي 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 التعادل كما تنقولوا المدرب. النتيجة انتهت الشوط الأول 1-1 بين الفريقين. المباراة اللي كتعرف حضور إطار الوطني الكف ومدرب المنتخب الوطني هشام دكيك اللي كيتابع كل كبيره وصغيره على لاعبي البطوله الوطنيه. ومن هذا المنبر كنحييه على لانه منتقل من مدينه قنيطره او الرباط الى مدينه خريبكا باش يراقب اللاعبين وجاهزيتهم في الاستحقاقات القادمه. اذا رايت ما تعطلنا الانطلاقه ديال المقابله كنتمنى واحد موفق لهشام دكيك في مسيرته الموفقه رفقه المنتخب الوطني. ولما لا تمثيل المغرب بوجه مشرف لانه ما تيكلش وما تيملش من التنقلات في المغرب وخارج المغرب. ونتمنى له مسيره موفقه رفقه لاعبيه المجربين. اذا غيره زياد كيدخل خطيره الحكم كيعلن على ضربه جزاء لصقر اكادير في هذه اللحظات. فهاد اللحظات ضربة جزاء لصقر أكادير كيعلن عليها الحكم بعد ما لمسات الكرة يد الحارس اللاعب عادل. كيستعد زياد ولكن كتسجل هدف ثاني لفريق صقر أكادير من توقيع اللاعب زياد. النتيجة كتغير وكتصبح 2-1 لفريق صقر أكادير فهاد اللحظات بعد مرور حوالي 3 ديال الدقائق. الشباب مازال عبد الإله كيراوغ كيقذف والحارس كيتدخل بطريقه جميله وعلى مرتين وبكل براعه وكيبعد الكره للشرط لفريق شباب غريبكا. ردت فعل قويه من الشباب بعد قذفه قويه للعبد الإله الدكاكي. فريق عبد الإله ماذا يضيع اللاعب ايوب مصاد ايوب العذاب مر خطيره ولكن سهله في يد الحارس سفيان وكترتطم في الرجل ديال ايوب وكتخرج ضربه مرمى لفريق شباب غريبكا. حمزه كيستعد كيقذف وكيدخل الحارس سفيان وكيعاود يقذفها حمزه
كتخرج ضربه مرمى وفي هذه اللحظات وقت مستقطع كيطالب به فريق شباب خريبكة. لاعب موهوب جات الى وجه اللي وجه كيراوغ كيراوغ كيف ما عبد الاله الدكاكي بعد مجهود فردي كيتوغل من الجهه اليسرى وكيتلاعب باللاعب سفيان وكيمرر تمريره فوق طبق من ذهب اللاعب طارق عسكري اللي ما كيوجدش هذا في وضع الكره داخل الشباك مرمى الحارس كريم من هذا اللاعب هذا لاعب خطير كيمر كيف ما يريد عبد الاله الدكاكي نجم المقابله كيتوغل وكيتلاعب باللاعبين كما جاء وكيتوغل وكيلعبها كانت غادية متجهة للشباك وما كتخرجش كرة ومرتدة عند عداد ايوب بابا قذفة قوية لايوب العداد وتدخل جميل الحارس سفيان في المكان الزمان المناسبين وكيخرج كرة بالرجل ديالو الركنية ايوب خطيرة وايوب مساق كيخرج كرة للركنية ركنية لفريق صقر اكادير ورايت كيمرر جميل العدل المدين وكيدخل مساق الحكم كيعلن على ضربة جزاء لفريق صقر اكادير في هذه اللحظات ضربة جزاء لفريق صقر اكادير الياس كيستعاد جول 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 صقر اكادير الثالث لصقر اكادير اذا النتيجه كتغير وكتصبح 3-2 في لقاء جميل والشوط الثاني ممتع بعد مرور حوالي 17 دقيقه و 6 ديال الثواني 5-4 ويلو الياس كيتدخل وفي هذه اللحظات فريق صقر اكادير كيخرج من تعثر في لقاء قوي وبشق الانفس من مدينه خريبكة كيفوز وكيخرج من تعثر اذا هنيئا للفريقين هنيئا لفريق شباب خريبكة وهنيئا لفريق صقر اكادير على هذه المقابله الجميله اللي قدموا لينا ونتمنوا صادقين من جميع المقابلات يكونوا في هذا المستوى اذا تحت تصفيقات الاطار الوطني ومدرب منتخب اولمبي محمد المعوني اللي صراحه روح رياضيه كبيره عند المدرب كنلمسوها فيه اذا هنيئا للفريقين وهنيئا للجماهير المغربيه على هذا اللقاء وكنشكركم من هذا المنبر وتحيه من السيد الاطار الوطني هشام بكيك اللي كيحيي الجماهير المتتبعه لصفحتنا المتواضعه اذا شكرا لكم اصدقائي اعزائي النظاره الكرام ما بقى لي الا ان اودعكم في امل لقاء فيكم في فرصه قادمه ان شاء الله.